نحتاج لعجينة البريتسلز نفسها، كوب حليب، معلقتين كبار سكر أبيض خشن، معلقتين صغيرة خميرة، معلقة كبيرة زبدة، وكوب وربع طحين منخل ورشة ملح. بينما لتخمير العجينة بدنا كوب ونصف مي دافية، ملعقة ونصف صغيرة بيكنج صودا، وزبدة مذابة للدهن أو لدهن الهوت دوغز، هوت دوغز طبعا، وجبنة شيدر برتقالي. هلا الحليب سخن دافي، مش سخن دافي طبعا. عشان الخميرة هذا بنحط السكر بالحليب تمام، عشان دائما بنقول انه الخميره بتحب السكر كثير، فبنحط السكر بالسائل اللي بنعمل فيه الخميره. هلا هاي العجينه كثير زاكيه. هلا البريتسلز هي اصلا العجينه هي اختراع الماني، الالمان بيعملوها وما بيستعملوها للمعجنات، بعدين جديد تطوروا بيعملوها. هلا بورجيك كيف شكلها، مشهوره يعني، وفي محلات بعمان بالمول بيعملوها. لكن احنا بنغشش عشان تمام. هي يعني شو الاختلاف الجذري بين العجينه العاديه وعجينه البريتزلز؟ هلا بشوف بتختلف. طب هي من وين اصلا؟ المانيه. تمام. هلا حطينا السكر بالحليب، بعدين حطينا الخميره على الوجه. حلو تمام. هلا قبل ما تخمر العجين نحضر الهوت دوغ. هلا الهوت دوغ انا جبته الكبير، اسمه موجود بالمرتبنات وبالمعلبات، انا بفضل اجيب المرتبنات. اسمه فرانكفورتر اللي هو بكون كبير تمام، مش الصغير، بكون مكتوب على العلبه فرانكفورتر، فبدنا منه عشان بزبط معنا. بنفتح الهوت دوغز بطريقه هاي من فوق، بنحط فيه جبنه. هلا هون بيقدروا يحطوا الجبنه اللي بدهم اياها اللي بحبوها، بس التشيدر وبالذات هذا اللون كثير بتطلع لذيذه لانها بتبين، وطعمها كمان كثير زاكي. نقطع قطع صغيرة بالطريقة هاي وبنحشي الهوت دوغز، بنحط بالفتحات، نعملها عقدها، نحطهم بالفتحات تمام. الطريقة هاي نعملهم كلهم. هلا حضرناهم وحشيناهم هيك، هي الجبنة زاكية مع الهوت دوغز. هلا بتكون عندنا تقريبا خمره الخميره، بدنا نعمل عجينتها. هيثم حطيت الزبده ورشه ملح على الطحين، وهلا بدي اضيف عليها الحليب مع السكر مع الخميره وعجنها تمام. هاي العجين هي طبعا عجينه كثير كثير زاكيه، حتى لحالها زاكيه. هلا برجيك انا حسيتك ايمان مع المعجنات، يعني في علاقه منيحه، يعني بتحب المعجنات تحديدا صح؟ هي صدفه كل مره بتطلع معي بكون بعجن عن جد. هي صدفه يعني، لانه ذيك اليوم عملنا صياديه انت ما كنت. اوكي. بس ما في يعني، بس بحب العجينه كثير. اوكي. يعني ليه شو بتحسي؟ بعرفش، بحب اشتغل فيها لانها هي هيك لذيذه، الشغل فيها حلو يعني. اوكي، بجوز لانها بتتطوع معك، لانها زاكية. بترد عليكي في شيء زاكي كثير يعني، لذيذة شايف. بنحطها نتركها تخمر، بنحط لها شوية طحية ونتركها تخمر، بدها ساعة ونص لساعتين. هلا أنا عندي العجين تبعتي اللي أنا عملتها من امبارح وخمراني منيح، هلا بتزبط. تحية لكل الأهالي في السعودية. هلا أنا بقطعها دوائر وبكورها طبعا، وبحطها على جنب ترتاح بس 10 دقائق بس، هلا فيش داعي اليوم. وهي عملتها كبيرة هلا عشان اعمل لك واحدة بريتزلز تشوفها كيف بتطلع. هلا هيثم بعد ما قطعناها بدنا نلفها بشكل طولي، يعني بشكل زي الحلزونة هيك، زي ايش بتقولها، ايش بتقولها انت؟ سندويشة كفوف على شكل سندويشة بتضلها تعلق. هلا بنفردها بالطريقة هاي وبنرفعها قد ما بنقدر، لأنه مش زاكي تصير كثير العجين، لأنه فيها خميرة كمان بتخمر، بنلفها بالطريقه هاي. بعدين بنجيب الهوت دوغز نعمل هيك وبنلفه، شايف كيف هيثم؟ بالطريقه هاي قبل ما تتغطى كل حبه الهوت دوغز. في ناس بحبوا يخلوا طرفها طالع لبرا زي هيك، وفي ناس بحبوا يغطوها كامله زي هيك، هذا طبعا اشي برجع لكم. وبنقصها نعملها هيك بس عشان تمسك العجين، بنحطها بهاي الطريقه. هلا بنعمل وحده بريتسل، بس خليني احضر. هلا مكتوب بالوصفه
مي وبيكنج سودا. تمام تمام. هلا بدنا نحط بيكنج سودا. هيك هي طريقتها يعني، حتى اللي هي نشتريها جاهزة هيك طريقتها. بنحط بيكنج سودا وبنفورها بشوية خل. تمام كيف بتفور. بعدين بنحط لها مي. تمام خليها تفور على راحتها. تمام نحط لها شوية مي. حطينا بيكنج سودا وخل ومي، فورنا البيكنج سودا بخل، حطينا لها مي. وبعدين حركها منيح بهي الطريقة. هلا الهوت دوغز عملنا هون، فورنا البيكنج سودا بخل وحطينا فوقه مي. اوكي تمام. هلا زي ما هي هيك بتغطها غطة واحدة بس، غطة واحدة بالمي وبيكنج سودا، بتعطي للعجينة طعم كتير زاكي وبتنشفها بطريقة الصح يعني. حلو اوكي. هاي طريقة العجينة البريتزلز مش حتى لما بيعملوا البريتزلز هيك بيعملوها. تمام بعدين بنحطها بهاي الطريقة ونتركها بس 10 دقائق بالكتير، ربع ساعة تنفش بس، ما بدنا اياها تنفش كتير. تمام هيك بنكون خلصناهم، استعملنا الهاد. بعدين على الوجه عشان برضو بعطيها طعم، في ناس بيحبوا يحطوا زعتر، في ناس بيحبوا هذا يحطوا اشي تاني، بس لازم تحط شوية ملح. تمام نتفة ملح بتعطيها ملوحة، بتعطيها هيك. وانت بتاكل طبعا هذا اشي شخصي، بتحبوا تحطوا حطوا، اذا في ناس بيخافوا من كتر الملح بيقدروا يفشقوا هاي الحركة. تمام تمام. شايف كيف بتسيح الجبنة؟ ما احلاها، بتطلع برا بتجنن. يسلم والدين.